بسم الله الرحمن الرحيم. هنحكي اليوم عن جهاز SSA من شركة سونستار. الجهاز هو جهاز لابتوب بشاشة 15 انش LCD. خلينا نشوف شلون بنركب البروب. في معه بروب هو 3.5 بعد الترددات، نحطه بهالشكل. السطر الأعلى الأعرض بالأعلى والأضياء بالأسفل، نحطه هون وهون. الجهاز بيقبل بروبين بنفس الوقت، نحطه بهالشكل، نثبته. طبعا بنرص البراغي هون عشان ما يتحرك البروب، لانه احنا عم نحكي عن جهد عالي هون، هيك بحيث يضل البروب ثابت بشكل منتظم. بعدين في عنا هون كهرباء، كابل الكهرباء التغذية. هذا كابل التغذية بيغذي الجهاز عشان يشحن البطارية اللي بقلب الجهاز، حيث انه الجهاز يحتوي على بطارية. في عنا هون مآخذ لل VGA و USB. هاي بالنسبة لتوصيل للبروب هنشغل الجهاز هلا، هنشوف شلون بنقدر نتعرف على وظائف الجهاز. خلينا نشوف. شغل الجهاز. في شاشة مضيئة بتبين معنا الأزرار، عشان إذا بدنا نشتغل بالأزرار تبع الجهاز، خصوصاً نحن عم نصور. هاي إقلاع الجهاز. إقلاعه بنوع بياخد وقت بسيط شوي، أما إطفاؤه فهو إطفاء سريع. اشتغل الجهاز. هلا الجهاز صار واضح وهي. هنحط زر فريز. هاي زر الفريز تبع الجهاز هون. نكبس فريز، ناخد فريز تاع الجهاز. طيب شو في عنا احنا وظائف للجهاز؟ عنا انماط الاظهار المختلفة هون، بي 2 بي 4 بي، بي ام وام مود. هاي بالنسبة لانماط الاظهار. فهنا نكبس احنا ونشوف كل قيمة الفريز، نكبس على كل نمط من الانماط ونشوف شو هو. هلا بي، هذا بي اللي شايفينه. 2B انه نقسمه قسمين، نكبس على 2B مرتين. 4B بنقسمه 4 اقسام. هيك صار عين. بدنا نرجع على 2B، بنكبس على البي مرة ثانية. هاي بالنسبة للي في عنا B على M، نقسم الصورة قسمين، B مود و M مود. في عنا ام مود لحاله، انه طول الصوره ناخده بس ام مود. اذا بدنا ام مود هيك بسموه فول سكرين. هاي بالنسبه للانماط الاظهار المختلفه اللي بالجهاز. شو في عنا خيارات تانية؟ عنا هون اضاءه، نقوي اضاءه الشاشه من هون ونخفف اضاءه الشاشه. فبنروح هون شايفين البرايتنس، اذا قوينا اضاءه الشاشه لتمانية بتلاقيها وهجت شوي. في عنا نرجع للبي مود، في عنا قلب الصورة يمين يسار أو أب داون، هي لفوق وتحت ويمين ويسار من هدول الزرين. ففيني قلب الشاشة من هون، من هدول الأزرار اللي موجودة عندي هون. هلا دائما بيسألونا شلون بندخل بيانات المريض. نكبس على زر بيشنت، نضغط على زر بيشنت انتم شايفين بالشكل. شايفين واضح. نضغط عليه فبتدخل بيانات المريض، تطلع معنا هاي القائمة. ندخل بيانات المريض بالاعتماد على الكيبورد تبع الجهاز. هاي الكيبورد هنشوف هلا. نحن هندخل بيانات المريض هون مثلا. عفوا، ايش هي مثلا؟ تحط الاسم، تحرك بالماوس، تحط البيشنت اي دي اللي بدك اياه.
بنقول له نيو هي نيو اكزام، بنحط زر انتر الموجود على الجهاز، هذا الزر انتر، بنقول له اوكي، فبيدخل بيدخل بيانات المريض. بنلاحظ انه بيانات المريض صار واضحه بالسطر الاعلى العلوي فوق، بتولي هي ورقم المريض. هلا دائما بيطلبوا عنا شو البريست اللي ندخله. نحن هون نختار البروب، اذا في بروبين نختار البروب اللي بدنا اياه، ونختار هون التطبيق هو تطبيق نسائي اوبي، فبناخذ بيطلع معنا كلمه اوبي تحت هون عنا. فهلا نحن صار تطبيق اوبي جاهز للتصوير عنا. عنا البروب نحن 3.5 اخترناه، عنا نحن دخلنا بيانات المريض. هلا معايرات الصوره اللي بنقدر نساويها، عنا زرار هون، هي زرار، هي الزرار بالاسفل بهالشكل. هلا حنشوفها بشكل اوضح. هي الزرار، هي الزرار، شايفين مثل ما شايفين نحن، هي واضحه، هي كل زر وله مقابله هون، الزر اللي هون في زرار هون مقابل اللي فوق، فبنقدر نتحكم فيها، عفوا زرار هي هون نتحكم فيها بالدوران. اما الزرار اللي بالاعلى نختار من الماوس، بنكبس عليها وفينا نغيرها حسب التردد اللي بدي اياه. مثلا بدنا انهانسمنت، تحسين للصورة، فحنشوف اول شيء الزرار اللي تحت. الزرار اللي تحت شوفي عندنا اول زر هاد هو تغيير اللون، فنلاحظ وقت عم نغيره للزر هاد بغير فيه بدوره، فبلاحظ بنطلع الصورة هون بنلاقي الصورة عم تتغير الوانها. اللي بعده الزوم، بنلاقي بنكبسه بنلاقي بكبر الصورة. يزون الصورة. اللي بعده في عنا فريكوانسي، يغير التردد، لاحظ انه عم يغير التردد على الصورة. عنا هون فوكس، بيغير مكان الفوكس تبع الصورة. هاي فوكس بدنا نغيره تغيير فوكس. وبالاخير عنا الديبس اللي هو اهم زر لتغيير العمق، اذا بدي كبر الصورة او اصغرها، خصوصا اذا بدي اشوف راس الجنين. هاي بالنسبة لتغيير الصورة. هنرجع للون الاساسي هو الابيض الاسود، ها تمام، وهي الديبس. طيب هلا رح نعمل فريز هون ونشوف القياسات اللي ممكن نساويها على الصورة. هلا اخذين صورة وليكن راس جنين، شوف القياسات اللي ممكن نساويها. قياسات نكبس على زر ميجرمنت هون، نحن شايفين ميجرمنت هذا هو. طيب شيل نكبس زر الميجرمنت، شوف حنشوف شو حيطلع عنا. طلع عنا هي القائمة القياسات. هلا بختار انا مثلا البي بي دي من زر الانتر هون، من زر الانتر هاد بختار البي بي دي وبطلع بيطلع عندي الزر الاخضر منه. انتر كمان مره ثانيه، بقدر اختار النقطه الاولى وبعدين النقطه الثانيه، هيك بيطلع عندي من طول الراس هو بيطلع عندنا 8.5 سم بس على سبيل المثال، 35 اسبوع و 1 دايز تمام. وبيطلع معنا التاريخ المتوقع للحمل، فهذا اللي بنقدر نحسبه من هون، بيبين معنا التاريخ المتوقع للحمل. هلا شوفي كمان ناخذ ونعتبر انه عندنا الصوره كمان نفسها. طبعا هلا حط فيديو بيشرح لنا شلون بنقدر نقيس بي بي دي على مريض حقيقي بعد هذا المقطع. بعده حنشوف صوره الاف ال، حنقيم الفريز. طبعا قمنا فريز راح القياسات. هلا هنطلع لشو ناخذ كمان ميجرمنت وناخذ الاف ال ما شايفين، وناخذ هون بيطلع معنا
هي الـ OFA، وكمان نروح ناخد الـ AC. FA طول عظم الفخذ، كمان حشوف عنه فيديو. أخذنا الـ AC تمام، طلع معنا هلا الـ FL والـ AC والـ BBD هيك. هون كمان إذا بدنا قياسات تانية، إذا عنا ساك معين، عنا الـ AF، عنا الـ BL، هدول كل القياس هنشوف شلون نقدر نستفيد منه. هون باقي القياسات، في قياسات تكون بالمستوى بالتيبل الياباني ما بتلزمنا، بس نحن الأساسيات هدول هنين الـ FL والـ AC والـ. أما إذا كان الولد صغير كتير فمن جي ساك فينا نحسب عمره للولد. كمان حشوف عن فيديو عن الجي ساك وفيديو عن الـ CRL. المهم اختياره، بس نعرف تقنية اختياره، هو مكبس من عند شو اسمه، من عند نعلم بالماوس على الجي ساك مثلا، بنكبس عليه وبناخده. طلع حساب على الجي ساك، طلع معنا الوزن. بدي امسح كل شيء طلع معي صورة، بدنا نخلص منه، نفوت بالسهم على كلير اول، نمسح كل شيء، فمشان تمسح كل القياسات اللي قمناها بالصورة. هاي بالنسبة لجميع القياسات. طبعا في عنا اتش سي كمان، هو احد القياسات، هنشوف هلا تفصيله كمان فيديو شلون نقدر نساوي وشو اهميته. هاي بالنسبة لقياسات تبع النسائية. غير هيك عنا، نحن عنا بريسيت، حنفوت على البريسيت ونشوف شو في عنا قياسات اضافية فينا نضيفها. نضغط على زر البريسيت اللي هون ونفوت على اكزام. اول شيء ميجرمنت، فينا نشوف اذا بدنا نحط ميجرمنت اذا في شيء قياسات معينه هون، على انه كل قياس منين اخذينه، على السي ار ال، على البي بي دي. طب بي بي دي اخذينه هيد هاد لوك، سي ار ال هاد لوك كمان، اتش سي هاد لوك، والاي سي هاد لوك، والاف ال هاد لوك، وهذا التيبل معتمد عنا بلادنا. في تلويت، شو حنساوي؟ حناخذوا هاد لوك 2. شو هو هاد لوك 2؟ هلا حنشوفه. تمام، هاد لوك 2. هلا حنقول له ابلاي تمام، وبعدين نكبس بريسيت مره ثانيه، او فينا نعمل اكزيت هو افضل عشان نطلع من البرنامج. هلا هاد لوك رقم 2 شو ميزته؟ اذا اخذت انا الميجرمنت واخذت البي بي دي واخذت الـ AC واخذت الـ FL طبعا مسافة مختلفة، فينا نشوف في من الريبورت تمام. هاي بنكبس على زر الريبورت هون، الريبورت فينا نشوف كل شيء ممكن، انه كل شيء قياسات اخذناها. عن اجل نقول له اوكي. طبعا هذا القياس فينا نطبعه اذا كنا واصلين على طاولة. هاي اهم القياسات النسائية اللي ممكن نستخدمها لا نشخص مريض معين. وشكرا.